الجزئيه الثانيه بقى بتاعه المريض اللي يجي يقول لك انا عايزك تعمل لي عمليه كذا، او بيحدد العمليه. اه هو جاي من بره، انا بص يا دكتور اعمل لي. طب انت عرفت ان ده مناسب ليك ولا لا؟ هو اصلا انا جارتي وقريبي وواحد صاحبي ومش عارف ايه، فانا عايز اعمل زي ما هم عملوا. هو لازم كل مريض يفهم ان هو لازم يقيم بحالته. ايه بقى التقييم بتاع المريض ده؟ بحر كبير جدا، من اول انت بتشتغل الصبح ولا بالليل، انت حياتك اللايف ستايل بتاعك اخباره ايه، انت بتاكل ازاي، طريقه الاكل شكلها ايه، هرموناتك شكلها ايه، العيلة بتاعتك مين تخين ومين مش تخين، انت حاولت تعمل دايت قد ايه، اعلى وزن وزلت له قد ايه، اقل وزن نزلت له بالدايت كان قد ايه، حاجات كتيرة جدا، راجل ولا ست، في انهي مرحلة عمرية، عندك اطفال وما عندكيش اطفال، رضعتي قبل كده ولا لا، خدت علاج هرموني قبل كده ولا لا، بناخد موانع حمل ولا لا، يعني ده في حاجات كتيرة جدا بتاخد راسة طويلة كده، في اخرها بتطلع تقول اه انت او انتي انسب حاجة ليكي العملية الفلانية. سواء بقى كانت حاجه تيمبري زي مثلا الكبسول او البالون او الجاستريك باند اللي هو رباط المعده، او حاجه شبه بيرمننت زي مثلا التكميم، زي تحويل مسار، زي نعمل مثلا كشكشه او ما شابه ذلك، بيبقى حاجه الى حد ما طويله الامد شويه عن الحاجات قصيره الامد.